مدخرات حضرتك او حضرتك او زوجه حضرتك او الستات اللي في بيتكم او انت القرشين اللي معاك بخصوص حته الذهب، سواء كانت حليه او كانت جنيه وربع جنيه ونص جنيه والحاجات دي كلها، او سبيكه بالاوزان المختلفه. المهم انه النصايح جايه من خبراء الذهب والعاملين في مجال الذهب. النهارده طول الوقت ناس بتقول لك ما تشتريش، والكلام ده جاي من عند بتوع الذهب. بتوع الذهب عاده يقولوا لنا ايه؟ اشتري لانه هيغلى. دلوقتي بقى القائمين او اسماء كبيره في سوق الذهب في مصر بيقولوا لنا اليومين دول السعر ده مش حقيقي. السعر هو واصل مقرب من مقرب من ال 4000 جنيه، هو 3000 ومش عارف كام. كويس اهو كويس. وهنا مقارنه برضو في الاسعار، طبعا 23 احنا بنتكلم عن حاجه ثانيه خالص. احنا في عيار الذهب ال 21 كان ب 1675 جنيه في يناير 23، ممكن نشوف 24 على طول، ما نبقاش ارقام كتير نتعب الناس يعني. نفس عيار الذهب ده اللي كان ب 1600 في يناير 23 في ديسمبر بقى ب 3175، دلوقتي هو بيتعامل في 3800 وشويه من غير مصنعيات. فالناس تكمل تشتري ذهب ولا تبطل وتهدى وتسكت لغايه لما تشوف السعر الحقيقي؟ ويعني ايه السعر الحقيقي؟ استاذ نادي نجيب السكرتير العام السابق لشعبه الذهب، برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا بيك واهلا بالساده المشاهدين. خلافا على اللي احنا بنسمعه من حضراتكم على مدى الاسابيع والايام والشهور اللي فاتت اشتروا عشان هيزيد، دلوقتي بنسمع على مدى اليوم النهارده ما تشتروش ذهب دلوقتي، ده السعر ده مش حقيقي. يعني ايه يا فندم؟ يعني حاليا في ارتباك في السوق، وخصوصا في سعر الدولار في السوق الموازي، طبعا ده بيأثر على سعر الأوقية الذهب اللي هي العالمية اللي هي حاليا 2016 او 2017 دولار للوقية. ده بيتضرب في سعر الدولار في السوق الموازي اللي هو السوق السوداء علشان خاطر يطلع السعر المحلي. ففي ذبذبة دلوقتي في سعر الدولار في السوق الموازي، وفي نفس الوقت بيأثر على سعر الذهب المحلي، لأن احنا بنضرب السعر اللي هو الدولار اللي هو في السوق الموازي في سعر الأوقية العالمية عشان ناخد السعر المحلي. فدلوقتي السوق غير مستقر، فاحنا بننصح اللي عايز يشتري ذهب يعني يستنى يعني حاجه بسيطه قوي يوم. طب هو فرق قد ايه يا فندم؟ يعني فرق قد ايه يا استاذ؟ يعني دلوقتي احنا اللي انا عارفه ان الجرام ال 21 ب 3720؟ لا 3830. 3830 تمام. ده سعر حقيقي ولا مش حقيقي؟ السعر ده يعتبر مبالغ فيه شويه. مبالغ فيه شويه بنسبه قد ايه؟ بنسبة يعني مثلا 5% مثلا. نسبة 5%. فحضرتك بتقولي ان انا لو كنت ناوي اشتري وقررت ان انا ما اشتريش اليومين دول، هنزل مثلا في خلال الايام اللي جايه 5% عن السعر ده. طبعا ده اقل حاجة لغاية ما يستقر السوق، وخصوصا يستقر سعر الدولار في السوق الموازي، لان هو ده اللي السبب الرئيسي في علو الذهب في مصر. يعني حضرتك بتقولي دلوقتي لما الناس بتتكلم على صندوق النقد والتحريك في سعر الدولار، هيحصل رسميا ولا مش هيحصل رسميا، فانت بتقولي انا كمواطن استنى بقى لغايه لما اشوف هيحصل ايه وبعد كده اشتري. تمام. من الاخر يعني. تمام كده. صح؟ تمام يا فندم. تمام. هل اللي بيحصل دلوقتي من الارتفاعات دي مرتبط باي شكل من الاشكال بالقبض على واحد من اكبر التجار في سوق كسر الذهب، والقبض على اخرين في الساعات اللي فاتت برضه من سوق كسر الذهب؟ ده مرتبط الاسعار دي متزايده مرتبطه بيهم ولا لا؟ الاسعار دي مش مرتبطه بالاشخاص دول. أي. لان الاشخاص دول افراد عاديين، يعني هم في سوق الذهب عادي جدا جدا، لكن اللي بيأثر هو زي ما قلت لحضرتك سعر الدولار والارتباك اللي موجود في الطلب نفسه، لان الذهب بيخضع لسعر الدولار في السوق الموازي اولا، ثانيا في نظريه العرض والطلب، لما بيكون في طلب كتير طبعا السعر بيعلى طبيعي لان المعروض قليل. فحضرتك دلوقتي بتقول لنا اللي عنده هستيريا وراح يشتري يهدى شويه، فده ينعكس على السعر كمان. بس هي دي لغاية ما نتأكد
من سعر الدولار في السوق المواجهة هيبقى ايه، وسعر الأوقية العالمية هيبقى ايه، وبعد كده هيبقى في استقرار، لان السوق دلوقتي بقى لنا 48 ساعة في ارتباك يعني مش مستقر. طب والارتباك ده هو اللي بيوقف شغل الصاغة ولا الصاغة شغالة؟ لا الصاغة شغالة وكل حاجة فاتحين، بس التعامل يعني شبه منعدم يعني لان طبعا اللي جاي احنا بننصح برضو اللي جاي، يعني دلوقتي اللي بيجي يشتري حضرتك بتقول له لا ما تشتريش؟ غريبة دي. لا بنقول له السعر كذا، يعني اذا كان حابب يشتري اهلا وسهلا، مش حابب بنقول له اصبر شوية. يعني لو واحد طبعا عميلك وانت يعني بتعتز بيه بتنصحه ان استنى شوية، يستنى شوية، لكن واحد مثلا عايز ومصر انه يشتري بنشتري على السعر اللي هو قائم. بس 5% في الارقام اللي احنا بنتكلم فيها دي مش شوية على فكرة لو نزلت يعني. لا طبعا كتير طبعا تفرق يعني، يعني حتى لو فرق 200-300 جنيه 500 جنيه طبعا ده فرق كبير في الجرام شوية. طبعا في الجرام الواحد طبعا. طب يعني الناس دلوقتي سمعت حضرتك واللي كان ناوي يعمل حاجة مش هيعملها على ضمانتك بقى. لا تحت أمرك. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا أستاذ نادي نجيب، تحياتنا لحضرتك، شكرا جزيلا.